السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا ومعاكم الدرس الأخير من الوحدة الأولى، درس ضرب المتجهات. ضرب المتجهات بينقسم إلى قسمين، قسم إما بيكون داخلي قياسي أو متجهي خارجي. هون طبعا لأني أنا نسيت لكم علامة القيم المطلقة، ما لازم ننساها، مهمة جدا. طيب شو بيختلف الضرب القياسي الداخلي عن الضرب الخارجي المتجهي؟ هاي القانونين قدامنا زي ما انتم شايفين يا جماعة. الاول بالنسبة للداخلي، لما نحكي الف كمتجه، بنعيد وبنكرر، لما يكون الالف والباء امامهم فوقيهم سهم زي هيك، هذا هو المتجه الف ضرب المتجه باء. شوف الضرب الداخلي والقياسي دائما اشارة الضرب اللي بينهم بنحط نقطة، ما بنحط إشارة الضرب اللي احنا عارفينها الإكس. ليه؟ لأنه الإكس تدل على المتجه الخارجي، فألف ضرب باء تقرأ عادي ألف ضرب باء، لازم تعطيني القيمة المطلقة لألف ضرب القيمة المطلقة لباء ضرب جتا هاء، اللي هي جتا الزاوية المحصورة بينهم. فهذا الكلام يا جماعة لما يحكي لي الضرب القياسي الداخلي، دائما حاصل الضرب القياسي الداخلي لأي متجهين هو كمية قياسية مش متجهة. يعني الجواب اللي حيطلع معي هون هو عبارة عن رقم، مثلا 42 الجواب طلع فقط، ما إله اتجاه إلى الأسفل إلى اليمين إلى الأعلى إلى الشمال شرق، ما في. عشان هيك سميناه ضرب متجهي داخلي قياسي، من كمية قياسية وكمية متجهة. متذكرين بالدرس اللي أخذناه؟ هذا هو الهدف من الضرب. عشان هيك أصلا اختلفت إشارة الضرب، واختلفت عندي هنا جتا هنا جيب، بينما لو اتجهنا إلى الضرب المتجه الخارجي، الضرب المتجه الخارجي هون طبعا له تطبيقات فيزيائية كثير وبنستخدمه كثير وحيمر معاكم في الفيزياء بشكل كبير، ولكن خلينا نحكي بشكل بسيط. الفرق بين الداخلي والخارجي هون ما بيطلع عندك بس رقم، لا، هون بده يطلع رقم واتجاه. فمثلا لو طلع 42 بده يكون في له اتجاه لليسار للأسفل للأعلى للشمال شرق شمال غرب، بينما هون ما بطلع غير ايش؟ الرقم بكل بساطة، هون بس الرقم بدون اي اتجاه. وهذا هو الاختلاف الجوهري الجوهري بين مين ومين؟ بين ضرب المتجهات الداخلي القياسي والمتجه الخارجي. هون الداخلي لا يوجد اتجاه، لا يوجد، بينما هون يوجد اجباري. طبعا اختلاف بسيط جدا في القانون. الداخلي عندما احكي الف ضرب باء داخليا، القيمة المطلقة للالف وطوله، يعني هاي بنقصد فيها طول الف وهاي بنقصد فيها طول باء، مضروب في جتا الزاوية المحصورة بينهم. بينما لما احكي لك المتجه الخارجي، الف ضرب باء يساوي طول الف ضرب طول باء في جيب الزاوية اللي موجودة بينهم. طب كيف بدنا نعرف الاتجاه يا استاذ؟ بكل بساطة بنستخدم قاعدة الكف، قاعدة اليد اليمنى، اللي هي تتم بإيدك اليمين تستخدم الإبهام مع أصابع اليد اليمنى، اللي هي الأصابع بنخليها باتجاه ألف وبعدين بنلف باتجاه باء. فمثلا مثلا يعني لو كان عندي بكل بساطة هذا متجه اسمه ألف، وهذا كان المتجه اللي اسمه عفوا هذا المتجه ألف، هاي ألف وهاي باء. بإيدك بتحط إيدك أول إشي على ألف أصابعك، بعدين حيضطر تنزل أصابعك لوين؟ باتجاه باء، حلو؟ وبتتفرج على الإبهام، إبهامك لتحت ولا لفوق، وهذا بيكون الاتجاه اللي موجود معك. فألف ضرب باء حيطلع أصلا باتجاه لفوق زي هيك، حيكون بالإيد طبعا حيطلع شكل عمودي، بس لأنه هون إحنا بنتعامل مع ثنائي أبعاد وليس ثلاثي أبعاد ما بين معانا. وهذا هو درس ضرب المتجهات. يعطيكم العافية، هيك بتكون انتهت الوحدة الأولى. رح نتوجه إن شاء الله إلى الوحدة الثالثة ثم الوحدة الثانية. بنشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.